اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده هنتكلم عن تقدير الاحتياجات والفرص المجتمعيه، بين قوسين الدراسه المجتمعيه بالمشاركه. هنعرف يعني ايه الدراسه المجتمعيه بالمشاركه، وهنعرف يعني ايه اصلا كلمه تقدير الاحتياجات والحاجات دي كلها، وهنمسك حته حته بالتفصيل. الدراسه المجتمعيه معنى كلمه دراسه ان احنا نبدا ندرس ونشوف ونحلل ونجمع معلومات ونجمع بيانات والحاجات دي كلها. مجتمعيه يعني ايه؟ يعني لازم ننزل جوه المجتمع ولازم نتكلم مع المجتمع. بالمشاركة يعني ايه بالمشاركة؟ يعني لازم اهل اعضاء المجتمع لازم يشاركوا ولازم يكون لهم دور جوه الدراسة دي كلها. يبقى الدراسة المجتمعية بالمشاركة هي لازم دراسة، ننزل المجتمع الميداني وندرس نشوف احتياجات المجتمع دي عاملة ازاي بالمشاركة اعضاء المجتمع، وفي نفس الوقت نشوف ايه الاحتياجات اللي احنا نقدر نعملها ونرتب اولوياتنا والحاجات دي كلها. هنشوفها بالتفصيل. هو منهج جميل جدا ومنهج سريع ومنهج مهم قوي ان احنا نتعلمه طالما قلنا او بدأنا او قررنا ان احنا نعمل حاجة اسمها مبادرات مجتمعية. مبادرة مجتمعية ما ينفعش تتعمل من غير ما يكون في حاجة اسمها احتياج مجتمعي موجود. لكن خلينا نتكلم ونشوف منهج البحث السريع بالمشاركة او الدراسة المجتمعية بالمشاركة عاملة ازاي، ونبدأ نتكلم فيه بالتفصيل. قبل ما نخش فيه، هي ايه الدراسة المجتمعية بالمشاركة؟ زي ما بنقول هو منهجية بحثية او اسلوب بحثي بيستخدم لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة باحتياجات المجتمع المحلية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان احنا كل المعلومات اللي بنجمعها عن المجتمع لازم تتحلل مع فريق البحث ومع الناس المعنيين الموجودين جوه المجتمع، ونبدا نشوف ايه الاحتياجات وايه هي الفرص اللي موجوده جوه المجتمع اللي احنا ممكن نستغلها. طيب بيعتمد على ايه؟ بيعتمد بنقول اهو، وبيعتمد في ذلك على مجموعه من الاساليب والادوات المختلفه. معنى كده ان في، طالما قلنا اساليب، معنى كده ان في اكتر من طريقه ممكن نتكلم بيها مع المجتمع، اكتر من طريقه ممكن ندرس بيها الاحتياجات المجتمعيه دي او الدراسه المجتمعيه بالمشاركه. في ادوات كتير مختلفه من خلالها بتمكن افراد المجتمع من التعبير عن ارائهم التي بتعكس ما يحتاجون اليه. يعني معنى كده ان في حاجه اسمها احتياج معين موجود جوه المجتمع. من خلال الادوات اللي احنا هنشتغل عليها ومن خلال الدراسه اللي احنا نبدا نعملها، الادوات دي هتقدر تطلع لنا الاحتياجات اللي موجوده جوه المجتمع وايه اولوياته. ازاي بيستخدم؟ بنقول اول حاجه ان هو المنهج البحث السريع المشاركه او الدراسه المجتمعيه بتعمل حاجه اسمها تقدير احتياجات المجتمع المحلي. لان احنا ممكن يكون عندنا تصور معين للمجتمع او تدخل معين للمجتمع كبير مثلا، فالمجتمع لا محتاج حته صغيره، او العكس ما عندنا تدخل بسيط قوي كده ممكن نشتغل عليه لكن المجتمع محتاج حاجه اكبر. فاحنا بنعمل حاجه اسمها تقدير للاحتياجات المجتمعيه. تاني حاجه بنعمل تعرف على الموارد المجتمعيه. مفيش مجتمع مهما كان حتى المجتمعات الفقيرة إلا لازم يكون فيها مورد، والموارد دي ممكن تكون موارد طبيعية، ممكن تكون موارد بشرية، ممكن تكون موارد أيا كان نوع الموارد، موارد بيئية، موارد أيا كان نوع الموارد. فلازم نبدأ نتعرف على الموارد اللي موجودة جوه المجتمع وإيه هي الحاجات اللي موجودة في المجتمع نعرف نستغلها ونعرف نتكلم فيها. تحديد الفرص التي يمكن استغلالها لاستخدام الموارد بالمجتمع لتلبية احتياجات الأفراد المجتمع وتحقيق تنميته. ازاي الفرصه؟ ازاي ممكن يكون ان في حاجه اسمها فرصه موجوده جوه المجتمع ان احنا نعرفها؟ هنعرفها ازاي من غير ما ننزل المجتمع وندرسه؟ هنعرفها ازاي من غير ما يكون في علاقه تشارك بيننا وبين المجتمع وبين كل القطاعات اللي موجوده جوه المجتمع؟ هنعرفها ازاي من غير ما نقول ان هي دي احسن فرصه موجوده بناء على الاحتياجات اللي موجوده جوه المجتمع؟ يبقى معنى كده ان او من ضمن الحاجات المهمه جدا ان احنا لازم في الدراسه المجتمعيه بالمشاركه لازم ننزل ندرس، لازم ننزل نتعامل مع المجتمع، لازم يكون في علاقه قويه جدا بيننا وبين المجتمع. تحديد الاولويات للانشطه التنمويه، يعني انهي نشاط هبدا بيه اول، يعني انهي الاولى بالاهميه. ممكن يكون ناس محتاجه مثلا مواصلات، ناس محتاجه عيش، ناس محتاجه ترفيه، ناس محتاجه اماكن تقدر تتنزه فيها، ناس محتاجه مساعدات خدمات بطريقه معينه. انهي خدمه هنبدا بيها الاول؟ ناس محتاجه توثق حاجات في التعليم، عايزه التعليم اكبر شويه، ناس محتاجه خدمات صحيه، في خدمات كتير او احتياجات كتيره موجوده جوه المجتمع، مهم قوي نعرف نبدا بيها انهي واحده اللي هنبدا بيها، وهي دي اللي بنقول فيها تحديد الاولويات للانشطه التنمويه. جمع المعلومات اثناء تنفيذ الانشطه. واحنا بننفذ نشاط ممكن يكون المجتمع متقبل النشاط ده او مش متقبل، ممكن يكون عنده احتياج اكتر لحاجات تانية مريحه، فاحنا طول ما احنا شغالين جوه المجتمع بنجمع معلومات وبنجمع بيانات عن المجتمع وبنبدا نشوف احتياجاته عامله ازاي، عشان لما نخلص المرحله دي ممكن نشوف المرحله اللي بعدها ممكن يحصل فيها تدخل عامل ازاي. متابعه الانشطه التنمويه، طالما في نشاط تنموي شغال يبقى لازم في حاجه اسمها كلمه اسمها قبول مجتمعي، والكلمه دي مهمه جدا تعرفوها وتاخدوا بالكم منها، لان طالما في قبول مجتمعي للانشطه التنمويه يبقى ممكن النشاط ده يكبر وينمو، انما لو المجتمع رفضه وهو او لفظه بمعنى اصح
يبقى خلاص النشاط ده مش هيقدر ينفع يستمر ويقدر يكون له تواجد. بمعنى كده مهم جدا كلمة القبول المجتمعي. عشان نطبق المنهجية دي، منهجية الدراسة المجتمعية المشاركة، لازم يكون في شوية حاجات أساسية موجودة عندنا. خلينا نشوف أول حاجة، لازم نزور المجتمع المحلي المستهدف والتعرف على حجمه وطبيعته. ليه لازم نزور؟ لأن إحنا ما ينفعش نكون فكرة عن مجتمع من غير ما نكون درسناه، ومن غير ما نكون زورنا المجتمع نفسه، ومن غير ما نكون الناس اللي موجودة جوه المجتمع، الناس الأهالي، الحاجات دي كلها لازم يكونوا شاركوا ولازم يكون لهم دور معانا فيه. لازم نعرف حجمه عامل ازاي، طبيعته عامله ازاي، الطبيعه السكانيه بتاعته عامله ازاي، عاداته وتقاليد المجتمع عامله ازاي. مهم جدا ندرس العادات والتقاليد عشان حتى لما يحصل التدخل ده يكون مناسب مع العادات والتقاليد، ما يكونش منافي ليها او مخالف ليها، يحصل لفظ مجتمعي ليه او يحصل رفض للانشطه اللي احنا نشتغل فيها. تحديد عدد افراد المجتمع ومواصفاتهم العلميه والعمليه الذين سيتم الاعتماد عليهم في تطبيق المنهجيه. مهم قوي زي ما بنقول ان احنا بنعتمد على بعض الناس اللي موجوده جوه المجتمع، المشاركه، الناس اللي هتشتغل معانا. طب هم عاملين ازاي؟ درجاتهم العلميه عامله ازاي؟ اللي هم كمان مكانتهم في المجتمع عامله ازاي؟ هل هيحتاجوا تدريب معانا اكتر ولا لا؟ مهم جدا حته التدريب، لان احنا لازم ندربهم على الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها، والطريقه دي مهمه جدا هنعرفها بالتفصيل واحده واحده لما نمشي ان شاء الله، نشوف اسلوب ازاي بيتنفذ وازاي هنبدا نطبقه مع المجتمع. القيام بعمليه الاختيار للافراد الملائمين وتدريبهم على المنهجيه والادوات. مهم قوي ان اشوف انا محتاج مين، محتاج شباب معايا، محتاج ناس عندها خبره، محتاج بنات، محتاج علشان يقدروا يخشوا البيوت اللي هي محتاج ان هي يكون فيها بنت تكون تعرف تتكلم مع السيدات، لو العادات والتقاليد بتقول ان احنا ما ينفعش نخش على بيوت من غير ما يكون في ست هي اللي بتتكلم مع ست تانية، او لو ما فيش محتاجين مين بالظبط، محتاج كام واحد في الفريق بتاعي. الفريق ما بيزيدش عن 3، يعني اقصى حاجه 3 افراد، حد بيتكلم وحد بيدير الحوار وحد بيبدا، يعني حد يكلم ويدير الحوار، حد بيسجل وحد بيلاحظ. هنشوف برضو احسن معاد او احسن عدد للفريق عامل ازاي، هو 3 افراد حد مناسب جدا للفريق العام. الذهاب للمجتمع المحلي المستهدف وتطبيق المنهجيه. مهم قوي ان احنا نزور المجتمع، ما نكونش انطباع عن المجتمع من على الورق وبس. ما ينفعش اقول المجتمع ده محتاج التدخل المعين على الورق، لازم انزل واشوف، لان زي ما احنا بنفكر في الوقت ده في اكيد ناس تانيين بتفكر نفس التفكيرات بتاعتنا او تقدر تعمل تدخل مع المجتمع من جهات تانية خالص. فالمجتمع مهم هو ان احنا ننزل نشوف الاحتياجات بتاعته على الطبيعه، مهم جدا ان احنا نبدا نشوف نتكلم معاه، ومهم كمان ان احنا نشوف لو في جهات تانية بتشتغل على المجتمع ده ايه الخدمات اللي بتعملها عشان يكون في تكامل بيننا وبين بعض، ما يكونش في تضارب في الانشطه ويكون في ازدواجيه في الانشطه اللي احنا بنقدمها. القيام بتحليل يومي ونهائي اثناء وبعد جمع المعلومات. مهم قوي ان احنا كل يوم بننزل فيه المجتمع نتجمع كفريق بحثي ونقعد نتكلم ونشوف ونحلل البيانات اللي استخدمناها. احنا واحنا زرنا المنطقه دي طلعنا منها المعلومات دي، واحنا زرنا المنطقه دي طلعنا من المعلومات دي، ونقارن المنطقه دي بالمنطقه دي ونشوف ايه الفرق بين الاثنين، هل فعلا الاحتياج او الطلبات الملحه موجوده في نفس المنطقه دي، هي نفس الموضوع، يبقى ده احتياج مجتمعي ملح نقدر نتكلم فيه. طيب لو المجتمع ده او المنطقه دي مختلفه عن المنطقه دي يحصل ايه؟ لازم نبقى حاجه اسمها نرتب اولويات، وده هنشوفها في اداه من الادوات اللي احنا هنبدا نشتغل عليها واللي هي اسمها التدرب فيما بعد يعني ان شاء الله. تحديد النتائج وعرضها على افراد المجتمع ثم عرضها على المسؤولين والجهات المهتمه. مهم قوي ان الناس لما تبدا في المجتمع تبدا تحس ان في حد بيساعدها، مهم قوي ان هو يطلعهم على النتائج اللي هم قدروا يوصلوا لها. مهم قوي ان هم يقول لهم اول باول احنا وصلنا لغايه فين، احنا عدينا الاحتياج ده، طب ايه رايك الاحتياج ده اكتر ولا الاحتياج ده اكتر، ونبدا نقارن ونشوف الاحتياجات عامله ازاي. اعداد تقرير الدراسه. مهم قوي في الاخر خالص ان احنا نعمل حاجه اسمها تقرير للدراسه، لازم يكون في بعد ما طلعنا كل البيانات وكل المعلومات دي نستخدمها ونحطها في صوره تقرير او في صوره مقترح عشان نبدا نشوف بعد كده ايه اللي احنا ممكن نبدا بيه ونبدا نتدخل فيه ونعرضه ازاي على المسؤولين. ازاي؟ مهم قوي ان احنا نصيغ الاحتياجات دي ونصيغ اللي احنا كلامنا فيه ونشوف الصياغه دي، مهمه جدا عشان ازاي لما نيجي نعرضها تكون سلسه ويكون فيها سهوله شويه في التقديم بتاعها. في مبادئ مهمه جدا بتعتمد عليها البحث السريع بالمشاركه، والمبادئ دول مهم قوي ان احنا نعرفهم. 3 مبادئ اساسيين. اول حاجه الاحترام. احترام مين؟ اول حاجه بدايه الاحترام الفريق نفسه بنفسه، احترام الفريق نفسه.
احترام عادات المجتمع، احترام تقاليد المجتمع، احترام المجتمع نفسه. ان احنا لما بننزل المجتمع مهم قوي ان احنا نحترم الناس اللي احنا بنتكلم معاهم، ما نتكلمش معاهم بطبقيه، ما نتكلمش معاهم بلغه اعلى من اللغه اللي هم المفروض يتكلموا بيها. الفريق نفسه هو بيتكلم مع بعض وهو نازل مع بعض، لازم كل الناس تحترم بعضها، وده مبدا مهم جدا لازم نعتمد عليه في اول حاجه بنتكلم عنها كفريق عمل. فريق عمل مهم قوي ان هو يكون كل الفريق محترم بعضه، وفريق برضه لما يجي ينزل مع المجتمع ويحتك بيه مهم جدا ان احنا يكون في احترام متبادل بيننا وبين افراد المجتمع. تاني حاجه المشاركه، والمشاركه دي بناكد عليها مهم جدا 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 كلمه المشاركه. ما ينفعش ان احنا نكون انطباع عن مجتمع من غير ما نكون بنشارك افراد المجتمع فيه. مهم جدا كلمه المشاركه، والمشاركه هي اندماج الناس كلها مع بعض، ونخش كلنا مع بعض، كلنا نشارك، كلنا نشوف اللي احنا محتاجينه ده عامل ازاي. ثالث حاجه الايمان بقدرات الاخرين. مهم قوي ان انا لازم اكون عارف ايه اللي معايا عامل ازاي. مهم قوي ان اكون عنده قدرات، انا عارف ان هو عنده قدرات وانا مؤمن بيها. كلنا تيم ورك، كلنا فريق عمل واحد بنكمل بعض، مفيش حد يعتمد على الاخر ولا حد يشيل عن الاخر، كلنا بنشيل بعض، محدش يفضل حد عن حد، كلنا تيم ورك، كلنا بنشتغل مع بعض. ودي مهم قوي ان احنا لازم يكون عندنا ايمان بقدرات الاخرين، وايمان كمان بقدرات الاخرين اللي موجودين جوه المجتمع نفسه. احنا هنعتمد على ناس موجوده من المجتمع هيخلونا نساعد يساعدونا، وان احنا ننزل نعمل دراسه مهم برضو ان احنا نعتمد على القدرات بتاعتهم. في بعض السمات اللي بنقول عليها هي دي السمات المجتمعيه بالمشاركه، اللي هي نقدر نقول عليها هي فعلا دي الدراسه البحثيه او دراسه مجتمعيه بالمشاركه. من ضمن السمات الاولانيه، اول حاجه من ضمن السمات اللي اسمها التحليل الفوري للمعلومات. التحليل الفوري الميداني للمعلومات، ان انا لما بنزل المجتمع وبنزل الميدان وببدا الم معلومات وبعمل حاجه اسمها جمع بيانات وجمع معلومات والحاجات دي كلها، المهم ان احنا نقعد مع بعض كفريق بحث نحلل المعلومات دي، قلنا اول باول، ودي مهمه قوي ان احنا اول باول، ونطلع الاحصائيات بتاعت اول باول عشان ممكن يحصل تغيير بعد كده، ممكن تحصل نسب تتغير، ممكن يحصل اي حاجه، فنبدا نشوف مدى المعلومات دي استفدنا بيها لغايه فين. تاني حاجة مهمة التدقيق الثلاثي، وكلمة التدقيق الثلاثي دي مهمة جدا. يعني ايه كلمة تدقيق ثلاثي؟ انا جمعت معلومات وسمعت عن المجتمع محتاج حاجة معينة، نزلت المجتمع وسألت الناس، يبقى انا في تاني حاجة ان انا جمعت الاول حاجة خلص معلومات، تاني حاجة نزلت المجتمع وسألت الناس، تالت حاجة ان انا رحت للناس بنفسي وكلمت معاهم وشفت المصادر اللي عندي اللي بتأكد على المعلومات دي. يعني بتأكد على المعلومة من اكتر من جهة، من جهة الارقام والاحصائيات اللي عندي، من جهة ان انا اتكلمت مع الناس جوه المجتمع وشفت حجم المشكلة بتاعتهم عاملة ازاي، ومن الجهة التالتة ان انا بدأت ازور الناس اللي موجودة جوه المجتمع الموثوق فيها، زي المصادر اللي احنا هنتكلم عليها بالتفصيل، زي جهات الحكومية مثلا انها بتأكد على المعلومة دي وبتقول فعلا المجتمع ده محتاج دي. فالميزة الاساسية في البحث السريع او دراسة الاحتياجات المجتمعية او دراسة بالمشاركة، ان احنا بنقدر نحصل على المجموعة على المعلومة من اكتر من مصدر ومن اكتر من جهة بتؤكد على المعلومة دي انها فعلا موجودة ولا لا. الاندماج في المجتمع زي ما قلنا، المشاركة، مفيش مشاركة هتحصل من غير ما يكون في اندماج في المجتمع. لازم يحصل اندماج في المجتمع، ولازم نحس بالمجتمع ده، ومفيش مانع ان احنا نقعد مع المجتمع اطول فترة ممكنة بحيث ان احنا نقدر نعرف فعلا الاحتياجات الملحة بتاعته عاملة ازاي، ويبقى يكون في فعلا ضرورة او طلب على تلبية الاحتياجات دي، وطلب ده يكون ملح شوية. عدم المغالاة في جمع المعلومات. احنا جمعنا المعلومات، بس مش بقى هنقعد بقى نطول ونقعد نزيد ونعيد في المعلومة اللي احنا جمعناها. احنا قدرنا نحصل او قدرنا نحدد نسبة العينة اللي احنا نشتغل عليها، هي دي العينة اللي هتقدر تقول لي النتيجة بتاعت البحث بتاعتك عاملة ازاي، او نتيجة المعلومات اللي انت قدرت توصلها عاملة ازاي. من غليش قوي ان احنا نقعد نجيب لا هنعيد تاني وهنزود تاني والحاجات، لا، احنا اخترنا كفريق بحث عينة بحثية جوه المجتمع، هنزور 10 بيوت، هنزور 20، هنزور 30، ايا كان حجم المجتمع، بناخد عينة منه نتفق عليها، طالما اتفقنا عليها هي دي حجم العينة اللي احنا هنشتغل عليها، يبقى مش هينفع نغالي فيها او ان احنا نزود عليها اكتر من اللازم. تجني الانحياز والموضوعية، لازم نتجنب الانحياز لحاجة معينة. مش معنى ان انا ممكن يكون في بعض الناس الباحثين عشان هو موجود جوه المجتمع فهيبدأ يتحيز للمشكلة هو يكون لمسها، او مشكلة يكون هو بيعاني منها شوية. الموضوع ده لازم نتجنبه شويه، لان احنا بنقول مجتمع، يعني المجتمع فيه اولويات كتير اكتر مني، مش بس عشان انا عندي المشكله دي يبقى انا هو ده اهم حاجه او هي دي اهم حاجه بالنسبه لي، لا، في ناس تانية غيري ممكن لما نشوف المشاكل بتاعتهم نحس بالاهميه بتاعتها، ونحس ان هم قد ايه هم اللي ممكن يكونوا التدخل بتاعهم اهم من التدخل بتاعي. يبقى ما ينفعش ان احنا ننحاز، وما ينفعش ان احنا، ولازم نكون موضوعيين.
اخر حاجه خلاص بنتكلم فيها المرونه ولا الرسميه. والمرونه ولا الرسميه دي مهمه قوي على الفريق نفسه، هو بيتكلم مع الباحثين، هو بيتكلم مع المبحوثين، بيتكلم مع المجتمع نفسه، ما يكون في مرونه شويه بينهم وبين بعض، ما يكونش يتكلم بصفه رسميه قوي، لان احنا من دول اهلنا، دول الناس اللي احنا بنتكلم معاهم، دول الناس اللي احنا عايشين معاهم، دول الناس اللي هيشاركونا وهنشاركهم مشاكلهم. فلازم مهم قوي ان احنا نبدا نقول ان احنا ما نتكلمش معاهم بصفه رسميه، او ان احنا يكون في مرونه شويه في تنفيذ البحث. هناخد دلوقتي استراحة شوية وبعدين نبدأ نكمل ونشوف، نخش جوه الأدوات ونتكلم عنها بالتفصيل.